بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء وبناتي طلاب الثانويات العامة، أهلا ومرحبا بكم في أولى لقاءاتنا لهذا العام 2021 لطلبة الصف الأول الثانوي. وإن شاء الله ده بيعتبر الفيديو التمهيدي لشرح المنهج إن شاء الله للطلبة اللي هتتابعنا على اليوتيوب، أو الطلبة إن شاء الله اللي هتتابعنا أونلاين إذا كان إن شاء الله في تطبيقات بنتابع معاكم فيها إن شاء الله. وقبل ما نبدأ في الافكار اللي احنا ان شاء الله عاوزين نتكلم معاكم فيها النهارده، هنتكلم عن اولى الافكار وهي انا داخل طالب ثانوي عام او طالب الثانوي عام، لازم اكون عارف ان دي مرحله جديده، مرحله تاهيل ان شاء الله لما بعد الثانويه اللي هو الكليه ان شاء الله والجامعه، وربنا يوفقكم ويحقق امانيكم جميعا، وان شاء الله يكون عام موفق علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. يعني برضه عاوز اتكلم معاكم واقول لكم ان احنا كطالب الثانوي عام دي مرحلة أكبر، ودي مرحلة نضج شبابي، ولازم نكون عارفين كويس إن كل درجة مننا مهمة لأنها بتأهلني ما بين كليات مختلفة، واللي راغب إن شاء الله يجيب كلية كويسة لازم يهتم عشان إن شاء الله يحصد إن شاء الله الخير كله في نهاية المرحلة الثانوية. برضه عاوز أقول لكم إن لازم الواحد في المرحلة دي ينتقي الصاحب الكويس اللي هيمشي معاه الثلاث سنين، الصاحب الكويس اللي بيخاف عليه، بيخاف على وقته، حريص على مصلحته زي بالظبط. ولازم برضو كمان فوق ده كله نراعي اولياء امورنا اللي بيتعبوا عشاننا بيصرفوا عشاننا. اخلي بالي كمان ان انا كطالب مرحله ثانويه لازم اكون، وده مهم جدا، قريب يعني وقريب من الله عز وجل، احافظ على الصلاه، احافظ على مذاكرتي، احافظ على بر الوالدين، احافظ على الكلام الكويس مع الناس، لان انا ما خلاص انتقلت من مرحله الطفوله الى مرحله الشباب، فلازم كده الناس تاخد عني فكرة كويسة وتعرف عني كويس ان انا طالب ثانوي، وطالب الثانوي طالب مميز مؤدب محترم متربي كويس، لان زي ما انت عارف الناس بتبص لك وبتقول ما شاء الله ده تربية طيبة وده تربية حسنة وده ما شاء الله اهله بيصرفوا عليه ولد محترم مؤدب متربي او بنت مؤدبة محترمة. الثانوية مش مرحلة للف ولا اللي يعني الصحبة السيئة، وبرضه للبنات الثانوية مش معناها التحرر من قواعد الدين والإسلام، إنما الثانوية ديت مرحلة كويسة بتأهلني وبتعلمني، لأن بعد كده هنتقل إلى مرحلة تانية بعد كده وهي مرحلة الجامعة اللي إن شاء الله هيكون بعدها إن شاء الله الزواج، والناس بتبصلي بنظرة احترام أو عدم احترام على حسب مشي وكلامي وتعاملي مع الناس. دي كانت مقدمة كده حابين نتكلم فيها قبل ما ناخد أي فكرة عن المادة بتاعتنا اللي هي اللغة الفرنسية. طبعا احنا في المرحلة الثانوية بنبتدي ندرس مواد ما كانتش معانا في المرحلة الإعدادية للطلبة اللي ما خدوش لغة فرنسية في المرحلة الإعدادية، وبالتالي محتاجين نعرف بعض المعلومات عن اللغة اللي هنتعلمها إن شاء الله، وده هو المحور الثاني اللي هنتكلم فيه إن شاء الله دلوقتي. أنت كطالب بتدرس لغة فرنسية لازم يكون عندك كده بعض المعلومات العامة عن اللغة الفرنسية، بلدها إيه؟ إيه الدولة اللي بتدرس اللغة ديت؟ مين الدول اللي بتتكلم اللغة ديت؟ وانا لما اتعلم اللغه دي هستفاد بها ايه؟ طيب ايه هو مدى الفايده في حياتي يا ترى، في حياه الدنيا او مثلا او في اي مجال من مجالات العمل يا ترى هتفيدني ولا لا؟ وده ان شاء الله اللي هنبدا بيه، وهناخد بعض المعلومات العامه عن اللغه الفرنسيه. لازم نعرف ان اللغه الفرنسيه هي اللغه الثانيه في العالم بعد اللغه الانجليزيه، وده برضو مهم، يعني الطالب اللي درس اللغه الانجليزيه في اعدادي وخد فرنساوي ده معناه انه تعلم اهم لغتين في العالم الان، بيعرف يدخل بهم على الانترنت، بيعرف يسافر بهم اي دولة من الدول، بيعرف يتعامل بهم مع كثير من الناس، بيعرف يتعامل بهم مع كثير من الحضارات والثقافات اللي بتتعامل باللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية، بل كمان بتأهله لمجالات كثيرة من مجالات العمل. كمان عاوزين نعرف ان اللغة الفرنسية ديت لغة فرنسا، وفرنسا دي دولة أوروبية، ومعروف إن فرنسا من أغنى دول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بل يعني بيقولوا إن هي فرنسا أغنى دولة في غرب أوروبا بالكامل، وده إن دل في إنما يدل على إنك بتدرس لغة دولة قوية، واللغة القوية بتكون لبلد قوية، ده معناه إن مجالات العمل هتكون أكتر، وبرضه لو أتيح لك سفر إن شاء الله بتكون متعلم اللغة ديت. كمان يا شباب لازم نعرف إن اللغة الفرنسية من اكثر اللغات في العالم المنتشرة على الانترنت، فلو انت فتحت الانترنت كده وشفت ترتيب اللغات هتلاقي اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية، فثقافات ومعلومات كتيرة جدا ممكن تكون غايبة عني لو انا بعرفش ادرس اللغة الفرنسية او بعرف اتكلم اللغة الفرنسية.
برضه من ضمن الحاجات أراعي دايما إن اللغة الفرنسية هي دولة فرنسا، طبعا هي اللي بتتكلمها أشهر دولة، وفرنسا دولة من دول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. وطبعا أعضاء مجلس الأمن دول كام؟ الثقافة كده هم 5 دول من ضمن ال5 الأعضاء الدائمين دولة فرنسا، وده برضو إن دل فإنما يدل على إن دي دولة قوية، وبرضو لازم نتعلم لغتها وثقافتها عشان نتعلم منهم هم بيفكروا إزاي، بيصنعوا إزاي، بيعملوا إزاي، عشان إن شاء الله يكون لنا نصيب في أن نسير ركب الحضارة زي ما الناس ماشية. برضو من ضمن المعلومات اللي ينبغي إن احنا نعرفها عن فرنسا، إن زي ما مصر لها مساحة كده ولها حجم، كذلك فرنسا برضه، فرنسا مصر مثلا فيها 100 مليون نسمة تقريبا، يقل أو يزيد قليلا يعني. فرنسا فيها 67 مليون نسمة، 67 مليون شخص، مليون بني آدم، وده يعني تزيد قليلا يعني، وده إن دل إنما يدل على إن أنت لما تتعلم لغتهم معناه إن أنت تستطيع أن تتكلم مع 67 مليون بني آدم في فرنسا، ممكن تتكلم معاهم، تعمل معاهم شات، تتعلم منهم شيء، تراسلهم في شيء أو كده. من ضمن المعلومات المشهورة أيضا إن عدد اللي بيتكلموا اللغة الفرنسية في فرنسا يفوق المتحدثين بها، يعني عدد المتحدثين اللغة الفرنسية في العالم بيفوق المتحدثين بها في فرنسا. أنت عارف إن في العالم كله بيتكلم اللغة الفرنسية حوالي 200 مليون شخص، 200 مليون شخص بيتكلموا اللغة الفرنسية. ومعنى كده إن أنا لو اتعلمت اللغة الفرنسية معناه إن أنا ممكن أكلم يعني اي حد من 200 مليون دول وافهم عاوز ايه وبيعمل ايه وبيتكلم ايه، بل معناه ان انا بنفتح على 200 مليون بني ادم، بتعلم منهم اللغة وبتعلم منهم الاشياء وبتعلم منهم حضارات ثقافات وتبادل ثقافات وغيره. كمان من ضمن الحاجات ايضا ينبغي ان احنا نعرف ان من ضمن المعلومات عن فرنسا ان فرنسا ديت من اكتر الدول او من اهم الدول المصنعة للسيارات في العالم كله. فانت عندك مثلا سارة رينو دي المشهورة دي او سيتروين دي المشهورة دي كلها صناعة فرنسية، دي كلها صناعة فرنسية. كمان من ضمن الحاجات لازم تعرف ان فرنسا ديت عاصمتها باريس، وباريس دي فيها تلت اثار العالم كله، تلت يعني لو العالم كله مثلا 100 دي فيها تلت كامل من 100 دولت، لو العالم فيه مليون اثر دي فيها تلت لوحدها من اثار العالم، وده برضو مهم جدا. بل بيطلقوا على باريس بلد الجن والملائكة، لأن فيها بدائع وحاجات عجائب كثيرة جدا من الدنيا، وإن شاء الله نتعرف على بعض آثارها دلوقتي ونعرف زي إيه. كمان يا شباب لازم نعرف إن فرنسا من حيث لغة التدريس كلغة بدرسها مشهورة جدا، وطبعا بتحتل المركز الثاني في العالم كله من حيث لغة التدريس. دول المغرب العربي اللي هو عندك الجزائر تونس و الجزائر وتونس والمغرب من ضمن الدول اللي كانت محتلة فرنسيا، وما زالت الثقافة الفرنسية مأثرة فيهم، بل حتى بتجد إن بعض الشباب هناك اللغة العامية بتاعته تقرب إلى اللغة الفرنسية أكثر منها إلى اللغة العربية. عندك عامة أفريقيا، عندك بلجيكا، عندك سويسرا، فجزء كبير جدا بتكلم اللغة الفرنسية. العملة الفرنسية المشهورة المعروفة هي العملة الأوروبية الموحدة اللي بنسموها اليورو. فرنسا دي كانت بتتعامل لحد سنة 1999 كانت بتتعامل بحاجة اسمها الفرنك، وبعدين جه 19 دولة بتقول الاتحاد الأوروبي كده بالكامل قال لك نعمل حاجة اسمها اتحاد عملة واحدة، فعملوا حاجة اسمها الأورو أو اليورو، متاخد من كلمة أوروب اللي هي أوروبا، يعني خدوا منها كلمة أوغو أو اليورو اللي هي العملة الأوروبية الموحدة اللي بتتعامل بها 19 دولة أوروبية بالكامل. وده برضو يدلك على إن أنت لما بتتعامل بلغتهم معناه إنك بتعرف يعني ثقافتهم، وكمان بتستطيع أن تتنقل في هذه البلاد كلها لأن كلها عملة موحدة اسمها إيه؟ اليورو. واليورو ده عملة أوروبية معروفة، وبينقسم إلى 100 سنتيم يعني 100 جزء كده، زي مثلا الجنيه عندنا 100 قرش، هم عندهم برضو كل أورو واحد يورو يعني بينقسم إلى 100 سنتيم، سنتيم يعني جزء من اليورو. دي برضو معلومة جديدة. من ضمن المعلومات كمان إن فرنسا ديت وباريس بالتحديد فيها آثار كتيرة جدا، من ضمن الآثار عندهم مثلا برج إيفيل، أشهر
معلم في العالم كله على الإطلاق، وباريس أكثر. برج إيفل ده معروف مشهور من أجمل آثار باريس، بل من أجمل آثار العالم كله. يعني كفيك أن تعرف أنه بيزوروا في اليوم آلاف مؤلفة من الناس. تمام، ده برج إيفل. عندهم كمان حاجة اسمها متحف اللوفر. متحف اللوفر ده من أشهر المتاحف في العالم، وهو ترتيبه الثاني بعد متحف نيويورك المشهور. ده متحف اللوفر، وده منقسم إلى عدة أماكن، كل جزء منه كده أو كل قسم بيحتوي على آثار حضارة معينة. ففي القسم المصري، القسم اليوناني، القسم الكذا، كل قسم معين فيه أجمل آثار الحضارة دي. يعني مثلا الحضارة المصرية هناك لها قسم هتلاقي فيه كل ما يتعلق بمصر وآثار مصر، وكل ما هو متعلق أو يعني اتاخد من مصر محطوط في المتحف ده. كمان عندهم حاجة اسمها قوس النصر. قوس النصر ده عبارة عن زي بوابة كده كبيرة، تمام، قوس كده، مدخل كده لمدينة باريس معروف، وده مشهور جدا ومن أجمل آثار باريس برضه، ومشهور وبتجده موجود على الملخصات والكتب. ولو بحثت على النت عن قوس النصر هتلاقي برضه شكله جميل، معلم من معالم باريس المشهورة. برضه من ضمن الحاجات عندهم حاجة اسمها كاتدرال دو نوتر دام. كاتدرال ده يعني كنيسة كبيرة كده اسمها كنيسة نوتر دام، اللي كانت العالم السنة اللي فات كده احترقت، وكان العالم كله والأخبار كلها بتتكلم عنه. ايه بقى كنيسة نوتر دام ديت؟ كنيسة كبيرة جدا مشهورة، اتحولت لمتحف وأصبحت معلم سياحي بيزار من جميع الباحثين والكتاب وغيره، لأن فيها مخطوطات وفيها كتب كبيرة كتيرة جدا من قديم الزمان، بتعتبر كلها يعني هدف أو مكان بيجي للكتاب من كل مكان أو الباحثين من كل مكان عشان يطلعوا عليه. من ضمن برضو الآثار المشهورة هناك في باريس عندهم حاجة اسمها قصر فرساي. ده أشهر قصر ملكي في فرنسا على الإطلاق، قصر فرساي، قصر مشهور جدا هناك. برضه عندهم الأوبرا، ودي أجمل مباني باريس على الإطلاق، أجمل مباني هناك. فعندهم برضه كنيسة ساكر كير، بيت معناها يعني القلب المقدس، اسمها كده الكنيسة، مشهورة بكده، وهي متحف بيزار من كثير من شباب العالم كله. فرنسا مشهورة جدا بالآثار. فرنسا مناخها يعني مناخ جميل جدا، تتمتع بطبيعة خضراء. يعني مش عاوز اقول لك، اذا حبيت تشوف سطح المكتب كده بتاع الويندوز انت بتشوفه كده في الكمبيوتر، روح فرنسا هتلاقيه طبيعي، يعني حاجة جميلة جدا. يعني قد يعني مهما اتكلم مش هقدر ابين لك الا لما تشوف بعينك، ابحث عن النت وشوف، هتلاقي حاجة يعني في غاية الجمال والروعة. كمان يا شباب لازم نعرف ان فرنسا ديت مشهورة، فيها كتاب مشاهير كتير جدا، وفيها شخصيات مشهورة، وفيها لاعبين مشهورين. يعني مثلا يكفيك ان تعلم ان ماري كوري، اللي هي الولية اللي اسمها ماري كوري ديت، كانت ديت مشهورة جدا، دي امرأة مشهورة كانت في العالم مشهورة جدا، دي اللي اخترعت اشعة اكس، وهي اللي ادخلت اليورانيوم في الحرب العالمية التانية، هي اللي اخترعته. تمام، فدي كانت شخصية مشهورة جدا، وبتلاقيها موجودة بأسماء بعض المدارس وأسماء بعض الأماكن وأسماء بعض الشوارع، لأنها كانت شهرت جدا. عندهم ماري أنطوانيت، ودي كانت أشهر ملكة فرنسية. تخيل إن ماري أنطوانيت ديت، يعني الحاجة الغريبة إنها مسكت الحكم وهي عندها 19 سنة. ماري أنطوانيت دي 19 سنة، يعني أكبر من يعني مثلا كده في سن أولى جامعة كده أو سن تالتة ثانوي، كانت ماري أنطوانيت ملكة فرنسا في الوقت ده. كمان من ضمن المشاهير عندهم الكاتب فولتير، جان جاك روسو، عندهم كمان جان بول سارتر، عندهم مشهور جدا زين الدين زيدان، وده لاعب كبير مشهور معروف. زين الدين زيدان اللي قاد فرنسا في يعني بطولات كتيرة، ومن ضمن البطولات انهم حصل على كأس العالم كمان، يعني بفضل الله طبعا اكيد، لكن كان من ضمن الاسباب زين الدين زيدان، لانه كان لاعب موهوب ومتفوق وبارع في لعبه، وطبعا ده شخصية مشهورة اظن كل العالم يسمع عنه. برضه من ضمن المعلومات اللي لازم نعرفها عن فرنسا، ان فرنسا دي حكمها حكم جمهوري، ما هيش مملكة. يعني السعودية مثلا اسمها مملكة، الكويت اسمها مملكة، البحرين اسمها مملكة، انما عندهم ده دولة جمهورية زي مصر كده، واللي بيحكمها الان واحد اسمه ايمانويل ماكرون. ايمانويل ماكرون
ده يعني رئيس فرنسا منذ سنة 2017. دي كانت بعض المعلومات العامة اللي بتدور حوالين اللغة الفرنسية وما يتعلق بيها، ودي دولة فرنسا اللي احنا ان شاء الله هندرس لغتها. اما بالنسبة فيما يتعلق بمنهجنا في اللغة الفرنسية ان شاء الله، فان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله هتكون اولى الحلقات عن التعريف بالمنهج ونظامه ايه في الثانوي، وازاي بتعلم اللغة الفرنسية وازاي بقرأها وكل ما يتعلق بها، ودي ان شاء الله هتكون اولى الحصص ان شاء الله في منهجنا، فتابعونا ان شاء الله. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتشارك الفيديو ده عشان كل زميلك يسمعوه، وتعمل منشن لاصحابك وصحباتك عشان ان شاء الله يكون ان شاء الله ده يعني اولى الفيديوهات، وبعد كده ان شاء الله انتظرونا هتيجي فيديوهات اخرى هتشرح ان شاء الله كل المنهج بالتفصيل. اشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا